هنا معنا مبدعين وصناع من انحاء اخرى. كاين الناس اللي كاين المشاركين اللي شاركوا معنا في النسخ اللي فاتوا وكاين اللي جاوا جداد. عندنا بالاضافه هذه السنه كاين مناظرات اللي غادي يكونوا باش يتناقشوا فيهم المواضيع اللي تهموا هذا الميدان، اللي تهموا الصانعين، اللي تهموا الناس اللي تخدموا في هذا الميدان. الإيديا ديال الفامي إكسبو جات من الحب ديالنا والشغف ديالنا للصناعة التقليدية. من بعد الكوفيد، من بعد الأزمة ديال الكوفيد، فكرنا أننا ما يمكنش نخليو هاد لوكاو كما تنقولوا، هاد الناس، هاد الميدان كله، الناس اللي خدامين في هاد الميدان لقاو راسهم ما خدموش لمدة عام عام ونص. احنا الصناعة التقليدية مرتبطين بها بزاف، ديورنا كتدخل للدار كتلقى كل شيء عنده شي حاجة ديال الصناعة التقليدية. دونك فكرنا أننا ندير واحد المعرض غير باش نحاولوا حتى احنا قد المستطاع نعاونوا هذوك الناس يروجوا شي شوية. دونك نضمنا واحد المعرض صغير غير باش كانوا واحد المجموعة ديال العارضين وجاو لقى إقبال من عند الجمهور. وتما فين الجولة النسخة الثانية جات كانت ولا بد انها تكون، الناس قال لك عاوتاني خصنا النسخه الثانيه. دونك بقينا غاديين. دابا هذه السنه الرابعه على التوالي اللي تنظموها والحمد لله المعرض غادي والصيت ديالو تيكبر وتيتعرف والناس تيشاركوا دو بليزون. الله يبارك فيك، الله يخطيك. سعيده بوجودكم معنا اليوم، سي بليزير بانكم تواجدوا معنا في هذه الندوه الصحفيه ديال فيما اكسبو اللي هو يعني كيشمل جميع العمل اليدوي بالنسبه للناس الحرفيين كالمصممين، كصناع الكريمات، صناع الشموع، صنع يدوي، اي حرفه يدويه اللي غيكونوا معنا مفاجات كثيره ان شاء الله، ومعنا الناس كثار اللي غيجيو ونتعرفوا عليهم اكثر، وسافانو بيرميت حتى حنا بيناتنا نتعرفوا على بعضياتنا اكثر، يعني في نفس المجال كيربطنا نفس المجال، وشحال واحد ما كنعرفوش، حبذا لو نكونوا كنتعرفوا في تظاهرات بحال هكا. التجربه ديالي ديال 3 ايديسيون معايا في ما اكسبو. Alors, je ne peux pas vous remercier comme les organisateurs. C'est pour ça que c'est la troisième fois que je participe avec eux. Moi, je suis styliste. Je m'appelle Hasna Terkani. Ma marque, c'est Noralia. Et je fais les créations des pièces uniques, les fusions de style et un peu de bldi moderne.